البنات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بافضل حال عارفه باللي صافي لونتون ما حطيتش شي فيديو ولكن راه اشغال كيف ما ديما ومع كنخدم ما عنديش كاع الوقت بهاد القصه ديال الصيف كتكون الخدمه شويه مزيره وما عنديش الوقت بزاف باش ندير دي فيديو واخا انه يعني مع العلم انه القناه ديالي تفعلات ياي واحد الزغروته هي هذيك اخيرا الحمد لله من بعد عام ديال الخدمه فبون تفعلات القناه ديالي ودابا نقدر يعني نحط فيديوهات كثار الا بغيت ولكن المشكله انه الوقت ما كاينش الوقت ما كيعاونش داكشي علاش اليوم ان شاء الله غادي نجي وغادي ندير واحد الفيديو اللي هو شويه خفيف ظريف ما غاديش ندير فيديو يعني كما العاده غادي ندير فيديو على الميك اب يعني ما غاديش ندير شي حاجه مختلفه ولكن غادي نديرو بحال تشيت شات جيت ريدي ويز مي سورت اوف فيديو فغادي يعني ندير ميك اب ونشاطي معكم ونهضروا في نفس الوقت فالا بغيتو تشوفوا هاد الفيديو ولا هاد الميك اب كيفاش غادي يطلع ولا على ايش غادي نهضروا معليك غير تبقى تشوف لا فيديو بون اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندير برايمر وجهي غير بالماورد حيت دابا الوقيته ديال الصيف ما كنبغيش ندير البرايمر بزاف علاش البرايمر يا اما كينشف لك الوجه ويا اما تيكون اما كيرد لك وجهك مات ولا كيرد لك وجهك لومينوس يعني كيعطيك هذاك اللمعان انا دابا في الوقيته ديال الصيف باغا غير وجهي فريش ما باغا لا مات ما باغا حتى شي حاجه يعني انا وجهي دغيا كيتزيد فماورد كيخدم لي وندرز بون انا ملي كنديرو كيبقى وجهي شويه فاتك حيت ماورد ماشي بحال ساتين سبراي يعني كيكون شويه ديفيوز يعني كي شنو هادشي كي بون كي زعما كاينه كينشف دغيا ماورد يعني غير الماء ديال الورد فبون خاصك يا اما ديري بيدك ولا ديري هكايا بالبيوتي بلندر تنشفي شي شويه بون غادي ندوزو الفاونديشن فاونديشن غادي نستعمل الفاونديشن اللي كنستعمل ديما البنات اللي كتفرجوا فيا راه عارفينو احسن فاونديشن في العالم بون ماشي احسن فاونديشن في العالم ولكن بالنسبه لي انا حيت انا جربت بزاف ديال الفاونديشنز يعني حتى واحد فيهم ما كيصلح يعني مع البشره ديالي انا عندي كومبينيشن سكين وكومبينيشن سكين يعني كتكون واحد البلايص جافه واحد البلايص دهنيه يعني بحال هاد البلايص هنا وفي الجبهه الفوق تكون شويه جافه يعني ملي كدير الفاونديشن كيبان لك بحال وجهك شويه مقشر ولا شي حاجه ونفس الوقت كدوز واحد الساعه ما كاملاش كيبدا يتزيد لك وجهك من هنايا ومن هنايا ديك تي زون فهاد الفاونديشن ما تيديرش هذاك الشيء ما كيكونش كيكي يعني ما كي يبين لكش الوجه ديالك بحال مقشر وفي نفس الوقت ما كيخرجوا لكش الزيوت ملي كتكوني دايره واخا 6 سوايع 7 سوايع اصلا هو 24 hours يعني 24 ساعه فبون الفاونديشن هو هذا ديال كاتريس للبنات اللي ما عارفينوش اتش دي ليكويد فاونديشن كيعجبني كنت غادي نطيحو كيعجبني بزاف بزاف فبون غادي نبدا بهذا الفاونديشن فبون كيف ما قلت بلي القناه ديالي تفعلات بزاف ديال الناس جاو عندي الانستغرام سولوني واش تفعلات القناه ديالك يعني كيفاش تفعلات شنو درتي هذه فبون اللي غادي نقول لكم دابا هو انه انا ما كنتش كندير بزاف ديال الفيديوهات الا دخلتوا القناه ديالي غادي تلقاو باللي دايره بالاكثر يعني شي ما نكذبش عليكم ما عارفاش بالضبط واش شي 45 فيديو ولا شي حاجه بحال هكا يعني راه كاين الناس اللي كيديروا 200 300 فيديو انا لا يعني دايره فيديوهات قلال و يعني واخا هكاك و تفعلات القناه ديالي بون كيفاش انه انا شنو وقع نقول لكم ستوري شنو وقع بون كما عارفين كاين يعني بزاف ديال الناس كيديروا اللايفات باش كيجمعوا السوايع ديال المشاهده حيت السوايع ديال المشاهده هي اصعب حاجه كتقدري يعني تجمعيها يعني الفولورز كتقدري ولا السبسكرايبرز كتقدري تجمعيهم دغيا ولكن السوايع كيشدوا بزاف ديال الوقت سورتو الا كنتي قناه صغيره ويعني اليوتيوب ما تيطلعكش في البحث كاع البنات اللي كيبغيو يديروا كنشوف كاع البنات اللي كيبغيو زعما كيجمعوا السوايع كانوا كيديروا لايفات ولا كيديروا مسابقه المسابقه يعني كيدخلوا تيديروا لايف وكيدخلوا الناس كيشتركوا ولا كيشوفوا اللايف كامل ولا المهم شي حاجه بحال هكا باش كيجمعوا السوايع بون انا جربت درت مسابقه درت واحد المسابقه على الميك اب الى شتوها في القناه ديالي كان الميك اب قيمه 250 اورو
فبون درت هذيك المسابقه قلت غادي نجمع بها يعني شويه ديال السوايع وهادي وهادي، ولكن والو المسابقه ما جمعتش بها بزاف ديال السوايع، يعني جمعت بها واحد شي شويه ديال السوايع ولكن ما كانش كافي بصفه نهائيه. وفي نفس الوقت جبت لي بزاف ديال الصداع، يعني حتى واحد يعني ما ساتيسفي في التالي، ها اللي كيقول لك درتي المسابقه يعني درتي كيفاش كيقول لك زعما كنا غشيتي عطيتيها لمن ما بغيتي، واخا انا اصلا البنت اللي ربحت في المسابقه ما كنعرفها، ما كتعرفني بنتي يعني من ايطاليا وهي تونسيه، ما عمرني ما عرفتها في حياتي حتى الوقت المسابقه كانت دخلت عندي ودارت الشروط ديالها وربحات. بابا واخا هكاك جاوب بزاف ديال الكريتيسيزم وكيقول لك علاش وهذه وهذه، فاش انا كنت غادي ندير المسابقه الثانيه باش نعاود نجمع بها يعني السوايع، قلت ملي شفت بحال هكايا قلت نو ما غاديش نعاود ندير مسابقه واحده اخرى، حيت غيوقع نفس المشكل وانا ما عنديش مع هذوك الصداعات الخاويه. فقلت غادي شنو غادي ندير، بقيت كنفكر شنو غادي ندير وشنو غادي ندير باش غادي نوصل لهاد السوايع ديالي دغيا دغيا قبل ما يتسالى 12 شهر. بون دابا غادي نستعمل هاد الكونسيلر ديال مايبلين اللي هو اصلا راني سالي سبابه، قلت انا شنو غادي ندير، مع انا كنت ديجا من قبل كنت استعملت جوجل ادوردز باش ندير اشهار الفيديوهات ديالي. اللي ما كيعرفش جوجل ادوردز، اللي كيعرف جوجل ادوردز راه يعرف بلي هي اللي كيستعملوا كاع الشركات باش كيديروا الاشهار ديالهم في اليوتيوب، يعني ملي كدير الفيديو ديالك وكيدوزوا فيه الاشهارات، هذوك الشركات كيستعملوا جوجل ادوردز باش كيحطوا اشهارات ديالهم شنو ما بغيتي فيديوهات ولا دي برودوي ولا اي حاجه في الفيديوهات ديال اليوتيوب. فبون انا درت لا ميم شوز، مشيت لجوجل ادوردز وخلصت واحد الثمن وداك الاشهارات الفيديوهات ديالي. ف يعني بالمثال باغ اكزومبل كيصافي كيدوز الاشهار ديالي في بحال دابا في شوف تي في ولا عند اسماء بيوتي ولا عند صفاء تشانل ولا اكرام بلانوفا، كي ملي كيتفرجوا الناس كيدوز عندهم الاشهار ديال القناه ديالي في الاول واحد المقطع من الفيديو ديالي، فالناس اما كيشوفوا شي شويه في هذاك المقطع ولا اما كيديروا سكيب كما كيديروا عاده ولا كيدخلوا القناه. فبون هذا هو اللي عاوني انا الا كنتوا غتشوفوا راه واحد جوج ديال الفيديوهات ديالي التاليين يعني فيهم شي شويه بزاف ديال الفيوز، فهذا هو السبب. بون دابا غادي ندير الباودر، نستعمل اسنس بنانا باودر حيت هي اللي كنستعمل ديما، واخا عندي بزاف ديال الباودرز هذه كتعجبني رخيصه وزوينه. بون كيف ما قلت لكم درت الاشهار الفيديو الاول، الفيديو الاول دخل ليا مزيان زعما دخل لي مزيان زعما الفيوز وداكشي والمشاهدات، والفيديو الثاني كذلك. فالحمد لله ملي درت واحد الوقيته هكايا صافي تفعلت القناه. فبون الا بغيتوا فيديو نهضر لكم على كيفاش كنستعمل جوجل ادوردز ولا كيفاش استعملت وكيفاش يعني دخلت هذوك شحال خلصت وكيفاش المهم كيفاش كتستعمليه بصفه يعني عامه، خليو ليا دي كومونتير باش ندير لكم فيديو. انا اصلا راني كنت دايره فيديو حاطاه في القناه ديالي غير هو بالانجليش، وكنت شرحت فيه للناس اللي بغاو يعني يجمعوا واحد المجموعه ديال الفيوز يعني اللي ما كيجيبوهاش عاده في واحد المده اللي هي قصيره وليغال يعني قانونيه والناس فري يعني فيوز حقيقيه ديال الناس، ماشي فيوز كتشري فيوز وهميه. فبون الا بغيتو ندير لكم فيديو على هذيك القضيه ما عليكم غير انكم تخليو لي كومنت، ما نساوش عفاكم ديروا سبسكرايب وخليو لي كومنت باش ملي ندير الفيديو تبركوا على داك البيل داك الجرس باش يوصلكم الفيديو. فبون خليو لي كومنت قولوا لي اهدري لنا الفيديو. فبون غادي نديرو شحال ما جا من لايك شحال ما غادي نحط الفيديو. كما قلت لكم ان شاء الله الى يعني بغيتوا هذاك الفيديو غادي نحطو لكم، غادي نشرح لكم بالتفصيل شنو درت يعني وشحال خلصت وكل شيء.
بون دابا غادي نستعمل هاد البرونزر اللي عاد كيشريت جديد ديال ميك اب ايفولوشن. هو كبير قد تقريبا قد قد راسي. برونزر هذا سميتو هذا كايكا ما عندوش سميه, سميتو ميجا برونزر. يس سميتو ميجا برونزر, وكاينين فيه جوج ديال الانواع, كاين كول وهذا اللي خديت انا وارم. فبون نستعملو هذا, واخا انا ديجا جربتو يعني عجبني, ما عجبني فيه البيجمنت بزاف, وانا برونزر ما تعجبنيش يكون فيه البيجمنت بزاف, كيعجبني يعني يكون بيلدبل, يعني ملي كديريه ما تيكونش مغلوق بزاف, كتخاي غادي وكتزيدي كتزيدي باش كتوصلي لذاك الشيء اللي بغيتي. هذا ضربه وحده كيكون ديجا يعني دار لك بزاف. شتو البرونزر اللي كيكونوا بحال هكايا تيكونوا صعيب في البليندين, يعني ما تيبغيش يتدمج دغيا دغيا, ولكن الا خدمتي عليه كيتدمج. ما كنت راسي وتنجلس هكا, واش كلشي كتوقع لك كنبقى جالسه بحال هكا حتى كنشوف راسي في الكاميرا دايره بحال فكرون, عاد كنتفكر وتندير بحال هكا زعما فريمون خاصنا. كاين واحد واحد الكورسيت, ماشي كورسيت ولكن هو بحال بحال سماطي, هذوك سماطي ديال البوليس اللي كيديروا هنايا كتشري بحالهم يعني, وكتقدري ديري يعني كيخلي لك ظهرك هكايا ديما واقفه, ملي كتبغي ديري بحال هكا كيزير عليك من اللور. فانا خاصني نشري فريمون هذاك هذاك الاخر, هذاك دوك السماطي حيت داري ديما معوجه بحال هكا سي با بيان. بون حنا كنديرو تشيت شات, اجيو نهضروا على الافلام. شنو هما الافلام اللي كتفرجوا فيهم ولا المسلسلات اللي عجبوكم؟ الا كانت كتعجبكم شي حاجه عفاكم خليوها ليا. شفتوا لك المسلسلات التركيه وداك الشيء, حيت انا ملي كيكون عندي الوقت الضائع كيخصني باش نضيعه. المسلسلات التركيه ما فيهم حتى شي افاده, ولكن كيضيعوا الوقت مزيان, يعني اللي بغيتي تضيعي الوقت راك تضيع الوقت. فبغينا عندكم شي فيلم زوين كتفرجوا فيه خليوه ليا في لي كومنت. مبغاش ندير شي كونتورين هافي للنيفيا اللي غادي ندير غير شي شويه بحال هكا, حيت انا ديجا تفرجت في الطائر المبكر وكنتفرج دابا في كذبتي الحلوه زوين صراحه. الله كذبتي الحلوه عجبني بزاف. هذاك الطائر المبكر مازال ما تفرجش في الحلقه الاخيره, راه غادي تخرج نهار السبت الا ما خفت نكذب. فديك الساعه غادي نتفرج لها ان شاء الله يسالي, حيت هما جبدوه بزاف عيقو. بون دابا ماشي دابا, بون هو تفرج فيه وكنعاود نتفرج فيه مره اخرى اللي هو لا كاسا دي بابيل. اكيد كتعرفوه, اللي ما كيعرفش لا كاسا دي بابيل خاصو يمشي ويقلب عليه ويتفرج فيه حيت لا بيل اسبانيا ديالي زيرو. بون كيف ما قلت لكم كنتفرج في لا كاسا دي بابيل, انا ديجا تفرجت له لا كاسا دي بابيل, كنت كنسمع بيه بزاف بزاف, يعني لا كاسا دي بابيل لا كاسا دي بابيل. شوفها مازال كنجلس بحال هكايا وقلسي واش معناتها راك بون. كنت كنسمع بيه بزاف ولكن ما عمرني يعني ما تفرجت فيه. كان واحد لامي ديالي قال لي راه خاصك تفرجي في لا كاسا دي بابيل, قلت له اوكي, ولكن مشات الوقت يعني كنت ما كان مشغوله ما تفرجتش فيه. حتى جا واحد النهار قلت اوكي درت نتفليكس وقلت غادي نتفرج في هاد لا كاسا دي بابيل نشوف كيفاش داير. بدات الحلقه الاولى بديت كنتفرج قلت اوكي يعني ما بيش, هو كتبدا كتفرجي وانت كتبدا كتقولي اوكي واو فيلم مسلسل زوين بزاف. ما غاديش نهضر لكم بزاف عليه باش ما نحرق لكمش اللقطات بالنسبه للناس اللي مثلا ما تفرجوا فيه, ولكن كنصحكم به. نتوما خليو ليا في لي كومنت شنو هو الماكياج اللي كيعجبكم تستعملوه في الصيف. بدي نستعمل دابا هاد اللاينر, ما تدوش على ضفاري حيت راه واحد مقسوم والاخرين مزيانين. المهم ما عرفت شنو كاين, المهم كنشدي الوقت باش نقادو نسمحوا لي. هاد الايلاينر هذا ديال ميك اب ايفولوشن, فهاد اللاينر هذا عاد كي شريته ثينك انتل ما بقيتش كنعرف نقرا thick and thin dual liquid eyeliner, هذا هو السميه. فهذا في اللون ديال البلاك كحل, حنا نشوفو كيفاش داير مازال كاع ما حليتوش.
اوكي هو واحد يتو هو سميتو awesome double flick liquid eyeliner ديال بحال هكا وفيه جوج ديال التيبس حنا غادي نشوفو هاد التيب هادي غليظة شي شوية كنا هاد التيب غتكون رقيقة وي هاد التيب هادي رقيقة عليها كنا غنستعمل هاد الجهة هادي عرفتي فوقاش مدات الايلاينر عرفتي فوقاش راه مدة هادي زمان زمان فبون غادي نشوفو نستعمل دابا هاد الجهة هادي حيت هاد الجهة ديجا ما عجبنيش الايلاينر ناشف بزاف بزاف فغادي نشوف هاد الجهة الاخرى واش غتكون احسن من هاديك الجهة واخا ما كنظنش حيت نفس ال يعني نفس الفورميلا سمحوا لي ما غاديش نهضر حيت راه ملي كنكون كندير الايلاينر كنركز يعني 80 درجة فبون سورتو مع انهم شحال هادي ما درتوش رخيص كان شي 6 اورو يمكن 5.99 شي حاجه بحال هكا ولا 6 اورو فبون يعني داكشي علاش ولا شي با ولي شي مرات كيكون من كاتريس بحال دابا عندهم شي ايلاينرز غير 4 اورو 3 اورو زوينين على هذا دابا غادي ندير لي عين اخرى دغيا وغادي نرجع لكم بون هنا درت الجهه الاخرى اللي لاحظتوا انه هذا هو ناشف من جهه ومن جهه يعني حسن هذيك الجهه الغليظه احسن من الجهه الرقيقه فبون هذا هو الايلاينر خوت ولكن ماشي توام كما العاده فبون دابا ندير ماسكارا خديت هاد الماسكارا هادي جديده من ماكس فاكتور ما عرفتش مازال ما جربتها سميتها 2000 كالوريز دراماتيك فوليوم بحال هكا دايره ما عمرني ما صراحة الله ما جربت الماسكارا ديال ماكس فاكتور ديما كنجرب ديال مايبلين ولكن ماشي ماكس فاكتور ف غنشوفو واش غادي دير شي حاجه ولا لا بون الماسكارا از دان هي سالات يعني الماسكارا اوكي زوينه ولكن ماشي شي حاجه واو يعني عرفتش واش كتبان لكم ولا لا ولكن اوكي فبون دابا غادي ندوز الهايلايتر وكنظن غنستعمل الهايلايتر اللي كنستعمل ديما الهايلايتر غادي ندير واحد شي شويه ما غاديش ندير البلاش علاش دابا بغيت شويه اللوك يكون شويه برونزي يعني بحال زعما ضرباني الشمس و صيفي يعني شي شويه نهبطو لهنايا حيت ملي كيكون يعني باغا ديري واحد اللوك اللي هو صيفي كيبين لك الوجه ديالك بحال الا وات ولا فازك ديما كتجيبي وكتهبطي شي شويه الهايلايتر لجهه الشنافه ديالك كيعطيك هذاك ليفي ديال انه بحال الا الوجه فازك نعطيكم واحد النصيحه للبنات بالنسبه للبنات اللي في الصيف ما تيبغيوش يديروا الماكياج بزاف ولا كيعكزوا عليه يعني واخا كلنا الا كنتي كتفرجي في هذا الفيديو يكون كيعجبك الميك اب بطبيعه الحال شي مرات كيكون واخا تيعجبك الميك اب كتعكزي انه ديري يعني ميك اب شنو هي اصلا الفاشن هذا السيزون هذا ديال الصيف انه يعني ديري بولد كولرز في الليبس ديالك يعني ما ديريش بزاف ديال الميك اب في الشيف تقدري ديري غير ماسكارا كونسيلر بحال دابا ديري الاحمر ولا شي لون اللي مغلوق في الشنايف ديالك وتلبسي نفس اللون يعني ولا ديري حلقات في نفس اللون ولا شي حاجه بحال هكا يعني ما تحتاجيش انك تضيعي عليه بزاف ديال الوقت وفي نفس الوقت كيجي اتيرون يعني كيبين بحال الا كيفاش نقولها يعني بحال دوزتي بزاف ديال الوقت وانت كدير الميك اب ديالك واخا انت ما دوزتيش بزاف ديال الوقت بصفه نهائيه فبون هذا مكان في اللبس ما عرفتش شنو غادي ندير في اللبس ديالي ما انا دابا غاده اللون يعني مخليها برونز وداكشي غادي ندير هذا الليبستيك هذا ديال بيور وهذا الليبستيك فغادي نخليها شويه برونزي هذا اللون ديالو اللون ديال هذا الليبستيك هو كولور فيد يعني سميتو فيد علاش انا كنت كنتقاد لما كنديرش المرايه شي مرات كندير شي حوايج كيعجبني هاد الكولور كاين شي ناس اللي ما يعجبهمش هاد الكولور يقولك سيبيني بحال الا ميته ولا شي حاجه ممكن ولكن انا كيعجبني
فريمون تعطيك هذاك يعني داك اللوك شويه سوفيستيكيتد يعني ما يحتاجش يكون شي حاجه مغلوقه عندك شي على حسب اللوك ديالك. كما قلت لكم انا ديجا يعني دابا دايره الايلاينر دايره بزاف ديال فاونديشن برونزر هايلايتر بلا 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 فمن الاحسن كندير يعني واحد باش يكون لوك بحال هذا فشني فيه فكنرتاح اكثر. الا كنت ما غاديش ندير غندير ماسكارا وغادي ندير شي حاجه خفيفه بزاف غير كونسيلر كيف ما قلت لكم غادي نحاول ندير ليبستيك اللي هو مغلوق مثلا كنت غلبس الاحمر غندير الاحمر كنت غلبس الموف غندير الموف شي حاجه بحال هكا. بون البنات هذا هو اللوك النهائي كنعرف يعني اللوك اللي واو شي حاجه ما كاينه نو يعني هذا اللوك اللي كندير ديما انا والا كنتو كتفرجوا فيا كنت غادي ندير لاشز هما لاشز قدامي ولكن هاد لاشز هادو زوينين ولكن عقست عليهم حيت كبارين بزاف وبالنسبه لي يعني انه غادي نخرج نتقدى وداكشي ما كاينلاش اصلا ما كنتش غادي نخرج كاع ولكن بدلت الراي ديالي غادي كنت غادي نخرج بدل مادام انا وتماركت ماكلت نخرج ندير شي حاجه بون نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجايه وما تنساوش تخليو ليا لي كومنت الا بغيتوني نوريكم يعني ولا ندير لكم فيديو على كيفاش كنستعمل جوجل ادوردز وكيفاش فعلت القناة ديالي بهذاك بالسميتو الجوجل ادوردز مع لكم غير تخليو لي كومنت تقولوا ليا وي درينا لا فيديو. بون كنتمنى نشوفكم في الفيديو الجايه وكنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله المره الجايه فبون تهلاو فراسكم ونشوفكم المره الجايه ان شاء الله. باي باي.